بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزق التوفيق والإخلاص وصلنا معكم الى هذه الفقره القياس الاستثنائي مع مقدمه منفصله حقيقيه معناه لا يجتمعان ولا يرتفعان قال والمنفصله الموجبه الحقيقيه تنتج باستثناء عين كل جزء او نقيضه نقيض الآخر أو عينه نعم نا. ناقيض الآخر أو عينه مفعول تنتج تنتج هذه القضية في القياس الاستثنائي ناقض الآخر أو عينه طبعا إن مبدأ التناقض ثبت ألف ترفع الثاني باء تضع باء ترفع ألف لا يجتمعان ولا يرتفعان كقولنا هذا العدد إما زوج أو فرد لأن الفرد طبق القاعدة القاعدة ما هي تقول الشيء إما ألف أو باء تقول الشيء إما ألف أو لا باء أو لا ألف نقيض الشيء ألف إما ألف وإما باء المعيار هذا هو الشيء إما ألف أو لا ألف لا الف تقيسه الى باء، إذا تساوى أنت في قضية حقيقية. فتضع أليف يرتفع باء، تضع باء يرتفع أليف. نعم وهكذا القياس سهل جدا كقولنا هذا العدد إما زوج أو فرد، فرد هنا يساوي الزوجية قضية حقيقية. لكنه زوج فرد يرتفع. لمبدأ التناقض. انظر مبدأ التناقض هي ميلاك اصل القياس. ليس كالقياس الحملي في القياس الحملي مبدأ التناقض ميلاك الكبرى متممة للكبرى، هنا لا متممة لأصل القياس. لكنه زوج قد يقول قائل جيد أنت استثنيت يعني زوج يعني الزوج هو ال ال في متن الواقع من قال أن الفرض يرتفع اجتماع المغربي نعم فليس بفرض نتيجة لكنه ليس بزوج ترفع الزوجية تضع الفرضية فهو فرض وكذلك في الجزء الآخر وكثرة الأجزاء يقاس على ذلك كثرة الأجزاء ترفع الجزء الأول يعني تستثني أقول تضع الجزء الأول ألف ترفع الباقي قضيه منفصله حقيقيه سهله المساله لان قضيه منفصله ليست معقده منفصله حقيقيه ليست معقده تدور بين النفي والاثبات اقول الشرطيه التي هي جزء من القياس الاستثنائي جزء لان القياس الاستثنائي قلنا له ركنان تكوينيان الركن الاول الشرطيه ركن الثاني الاستثناء اذا كانت منفصله فلا يخلو إما أن تكون فلا تخلو إما أن تكون حقيقية أو مانعة الخلو أو مانعة الجامع تقسيم ثلاثي فإن كانت حقيقية يعني دائرة بين النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان فإن كانت موجبة أنتجت باستثناء عين كل جزء نقيضة الآخرة لماذا لاستحالة الجمع بينهما انظر الملاك هو ما هو مبدا التناقض مبدا التناقض ملاك اصل القياس نعم لاستحاله الجمع بينهما هذا هو مبدا التناقض اذا كل القواعد المنطقيه هي تقييد للقواعد القواعد العقلية المنطق... القواعد المعياريه العامه مبدا الهويه مبدا التناقض مبدا الثالث المرفوع مبدا السبب الكافي مبدا الجوهريه هي هي مرتبه في سياق خاص تشكل تشكلت القواعد المنطقيه، دراسه تلك القواعد المنطقيه يتشكل ما يسمى بعلم المنطق، وباستثناء نقيض كل جزء منها عين الاخر لاستحاله الخلو عنهما، نعم ترفع النقيض ياتي الثاني. كقولنا كقولنا العدد اما زوج او فرد لكنه زوج من قال ان الفرد يرفع لاجتماع النقيضين كقولنا العدد اما زوج او فرد لكنه زوج هذا الاستثناء يعني الزوجيه هي مثل الواقع ينتج انه ليس بفرد او تستثني النقيض لكنه ليس بزوج ينتج انه فرد سهله وكذلك في الجزء الآخر يعني لو قلنا لكنه فرد تضع الفردية زوجية ترفع أنتج أنه ليس بزوج ولو قلنا لكنه, لكنه ليس بفرد أنتج أنه زوج الملاك كما قال لاستحالة الجمع بينهما اجتماع النقيضين هذا إذا كانت المنفصلة الحقيقية ذات جزئين إن كانت لها أجزاء متعددة شيء ما ألف باجيم شيء اما أ باء جيم دال ان تستثني جيم تقول لكن جيم الباقي كلها ترفع في قضيه منفصله حقيقيه نعم هذا اذا كانت المنفصله الحقيقيه ذات جزئين وان كانت اكثر من جزئين فانها تنتج باستثناء عين اي جزء كان نقيض الباقية كيف تكون الباقية فقية في شرطية منفصلة وباستثناء ناقض أي جزء كانت منفصلة حقيقية من أجزاء الباقية كقولنا العدد إما زائد أو ناقص أو مساوي القدماء كان عندهم قوة في الرياضيات والهندسة والحساب الان في الدراسات الجامعيه والحوزويه هذه العلوم الان اختفت فالطالب يبقى دينه مترددا ما معنى الزائد والناقص والمساوي هذه كلها اصطلاحات في علم الحساب ثم نقول لا يهمنا يهم يعني الصوره الماده ما يهمنا الصوره كانك قلت انت الشيء اما الف او باء او جيم هذا هو الصح طبقها على الحساب على الفلسفه لا يهم ثم نقول لكنه زائد يعني الناقص والمساوي مرفوعان من دار الوجود ينتج انه ليس بناقص ولا مساوي وكذلك البقية ولو قلنا لكنه ليس بزائد انتج انه اما مساوي او ناقص لحد نعم القياس استثنائي من منفصلة غير حقيقية هنا شوية فقط تحتاج إلى دقة دقة فقط قالوا ومانعة الخلو مانعة الخلو فلسفتها يجب أن يكون هناك التواجد لطرف هل الطرف الثاني يرفع قطعا لا قد ينوجد فيجتمعا فقط فقط هي تفتي أنه لا يخلو الوجود من أحدهما فقط ومانعة الخلو تنتج باستثناء النقيض النقيض ليس العيد دون العين لماذا؟ لأنه يمكن أن يجيء جميعا دون النقيض ومانعة الجمع باستثناء العين لماذا؟ مانعة الجمع فلسفتها التواجد الواحد فقط تواجد طرف اثنان ويمكن أن يرتفع دون النقيض هذه يفهمها جيدا استثناء النقيض نعم لأنه يمكن أن يأتي الجمع أقول مانعة الخلو هي التي هذا محور دلالي محور دلالي نعم يعني ما هو مدلولها التي حكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الكذب يعني لا يرتفعان هذا هو معنى الكذب يجتمعان بامتناع اجتماع جزئيه على الكذب يعني لا يرتفعان وجواز اجتماعهما على الصدق يمكن ان يجتمع على الصدق على ما تقدم بينا هذه فاستثناء نقيض اي جزء هنا تلعب على النقيض لا تلعب على العين تقول هذا موجود فالثاني لا لا ما عندك الـ لا. ما عندك الحق تقول هذا نعم لماذا لأن الثاني ممكن أن يوجد إذا استثناء العين لا يساعد نعم تقول شيء إما ألف أو باء لكنه ألف ما عندك حق تقول لا باء نتيجة لأن ب يمكن أن يجتمع مع ألف نعم لكن اذا قلت لا الف حتما باء، لماذا؟ لان لا تخلو من احدهما. او قلت لا باء لاستثناء حتما الف يكون. هذه النتيجه. السر هو مبدا التناقض دائما. فاستثناء نقيض اي جزء إن كان منها من هذه القضيه الشرطيه ينتج عين الباقي لامتناع السر. لامتناع الخلو عنها خلو الوجود عنها واستثناء عين أي جزء كان لا ينتج شيئا أقول الشيء إما ألف أو إما باء أقول لكنه ألف ما عندك حَتَّى تقول لا باء لأنه قد يجتمعان لجواز انظر تعليل لجواز اجتماعي ما على الصدق في النصوص النصوص حتى النصوص الأدبية صدقوني حتى النصوص الأدبية هذه المحاور التي يخضع لها النص مطلقا حتى النص القرآني لماذا؟ لأن المعايير العقلية لا يمكن أن يتجاوزها القرآن وإلا يمسي نصا متناقضا يتحرك في المحور الدلالي ثم محور دلالي يعني مبدا الهويه يوضح لك الهويه ما هي ثم الحكم القضايا على اساس مبدا الجوهر جوهريه ثم الاستدلال يعني المحور الدلالي الإبستيمي بعدما تتعين القضيه ياتي تدليل مبدا السبب الكافي ثم الإشكالات، النقد والتأييد والرفض هذه المحاور كل النصوص تخضع لها معايير العقل هذا الإنسان لا يفهم إلا بهذه الطريقة إلا بهذه الطريقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نعم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اياك نعبد خليها لأن قضيه دعاء تنتمي الى سنخ اخر من من منطق العبارات وهي قضايا التي غير خبريه انشائيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله أنا ركز على الحمد لمن؟ لله جيت يعني الحمد مختص بالله الصياغة المنطقية يعني الله محمود فالحمد والله حمد مفردة انتجها مبدأ الهوية الحمد حمد الله الله حمد. مبدأ الهوية ثم جاء الربط الله محمود لخصوصية بلاغية خرجنا من هذه السياغة المنطقية إلى سياغة بلاغية الحمد لله سياغة بلاغية لا تغير سياغة المنطقية سياغة المنطقية لها علاقة بالتكوين سياغة البلاغية عبارة عن تفنن في العبارات لأغراض عقلائية الغرض هنا أن الحمد مختص بالله تعالى للاختصاص جيد الله محمود عندنا مبدا الهويه افرز الحمد الحمد حمد وافرز الله الله ثم جاء مبدا الجوهريه رابط بين المفردتين الله محمود لماذا الله محمود لان الله هو الجوهر هو الجوهر وهني والذات ثم التعينات تاتي بعد الذات لا تقل محمود الله لا الله محمود لان محمود حيثية من حيثيات الذات الإلهية تعين من تعينات الذات الإلهية هذا يعني هو مقتضى مبدأ الجوهرية تشكلت القضية الله محمود ثم الدليل مبدأ سبب الكافي يبحث عن ملاك المحمودية لله تعالى الحمد لله رب رب العالمين أو رب العالمين حسب الصياغة اللغوية انا اقول الدليل رب العالمين لكن في القراءه لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تسالني ما هو الدين الدليل قل رب العالمين رب العالمين هو مبدا السبب الكافي للمحموديه تقول هكذا الله رب العالمين وكل رب العالمين محمود الله محمود هذا الدليل الاول الدليل الثاني الرحمن الرحيم الله رحمن الرحيم وكل رحمن رحيم محمود الله محمود دليل ثالث الله مالك يوم الدين وكل مالك يوم الدين محمود الله محمود حتى القرآن الكريم يخضع للمحور الدلالي المحور القضوي المحور القياسي واستدلالي نعم هذه ضحى في ذهنك في كل المتون حتى الأدبية الدينية نعم لجواز اجتماعهم على الصدق هذا تعليل مبدا السبب الكافي ومانعة الجامع مانعة الجامع يعني الوجود يتسع لطرف واحد والوجود قد يخلو من الطرفين نعم هي هذا المحور الدلالي التي حكم فيها في هذه القضية بامتناع اجتماع جزئيها ألف وباء شيء إما ألف وباء إما ألف وإما باء بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق يعني الوجود يتسع لطرف واحد فقط وجواز اجتماعها على الكذب يعني ممكن يخلو الوجود من الطرفين فاستثناء عيني أي جزء كان منهما ينتج نقيض الآخر طبعا لأن الوجود يتحمل واحد فقط فإذا كان ألف بيت بخار فإذا كان ب ألف يتبخر نعم لأن مانعة الجامعة فاستثناء عين أي جزء كان منهما ينتج نقيض الآخر نعم تقول شيء إما ألف وباء ألف دخل الوجود بلا يدخل لا باء نعم يرفع بَا يرفع فتقول لا باء يعني لا باء ما معنى يعني بَا غير موجود في الوجود فاستثناء عين أي جزء كان منهما ينتج نقيض الْآخَرَةَ وإلا كأنه قياس الخلف وإلا لجاز الجمع بينهما يعني إذا ما يرفع ب يعني لا ب لا يصدق يصدق ب ألف يكون مع ب فتنقل مانعة الخلو فما ثبت أنه مانعة الجمع ليست بمانعة الجمع اجتماع النقيض نعم لي وإلا لجاز الجمع بينهما واستثناء نقيض أي جزء إن كان منهما لا ينتج عن الآخر تقول لا ألف لا يعطيك باء لماذا لأن باء كذلك يمكن أن يرفع لأنهما لأنهما يرتفعان يجوز الإرتفاع إذا قلت لا ألف يعني ألف غير موجود في دار الوجود ما عندك حق, حق حق تقول با موجود لماذا؟ لأن الوجود يخلو منهما يمكن أن يخلو منهما لا ألف موجود ولا با موجود إذا إذا قلت لا ألف تسكت سكوت ولهذا يقول واستثناء نقيض أي جزء يعني تقول لا ألف أو لا با أي جزء كان منهما لا ينتج عن الآخر وإلا انقلبت حقيقية نعم حقيقية ما معنى يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان لا هذه يرتفعان ولا نقيضه لجواز الجمع بينهما في الكذب نعم ولا نقيضه نعم تقول لا ألف نعم ما عندك حق تقول ب لا ب لا ألف لأن هذه منيعة الجمع لا ألف هو تقول ب ما تقدر لان ب ممكن ان يرفع نعم واستثناء نقيض اي جزء كان منهما لا ينتج عين الاخر والا انقلبت حقيقيه ولا نقيضه ولا نقيضه تقول لا الف يعني يلزم لا لا نعم لجواز الجمع بينهم في الكذب لجواز الجمع بينهم في الكذب يعني يمكن ان يرتفي عن القياس المركب قال القياسات المركبة هي قياسات هي قياسات محور دلالي تقول أنت ما معنى القياس المركبات قياس دلال المحور دلالي بالنسبة إلى الفلسفة التحليلية المعاصرة إذا أدخلنا التعريفات في في, ال في, القياس في المعرفة نقول محور معرفي هو عادة المحور المعرفي في الاستدلالات. نعم هي قياسات جعلت نتائج بعضها مقدمات لبعض. وهي اما مفصوله محذوفه النتائج الى الاخره كقولنا كل انسان حيوان. وكل حيوان نام. وكل نام جسم. فكل انسان جسم. نعم يعني الحيوان يجر النمو النمو يجر الجسمية الجسمية تثبت للإنسان نعم فأنت تحذف الحد الأوسط تحذف حتى تصل إلى النتيجة النهائية سهلة جدا أو موصولة وهي موردة هي موردة النتائج والمقدمات بتمامها سهل المسألة القياس المركب سهل جداً تقول هكذا كل ألف باء وكل باء جيم وكل جيم دال وكل دال ميم وكل ميم راء في النهاية كأنك قلت كل ألف راء سهلة جدا أقول لما فرغ فرغ من القياس البسيط شرع في بيان القياس المركب وهو الذي هذا هو المحور الدلالي الذي يلزم منه المطلوب باعتبار قياسين أو أزياد وهو قسمان مفصول وموصول مفصول وموصول موصول يعني سياق واحد الحد الأوسط مذكور مفصول لا قد يكون الحد الأوسط غير مذكور ما لا يهم فالأول أن تتركب المقدمات وتحذف النتائج إلا المطلوب كما لو كان المطلوب أن كل إنسان جسم يعني تريد تثبت أنت هذه القضية كل إنسان جسم واستدللنا عليه بأن كل انسان حيوان. وكل حيوان نام. احذف في الحد الاوسط تقول كل انسان نام، وكل نام جسم، احذف في الحد الاوسط يعطي كل انسان جسم. والثاني ان تذكر النتيجه مرتين، احداهما ان تكون نتيجه والثاني ان تكون جزء من القياس، كما تقول انسان كل انسان حيوان. وكل حيوان هنا ثم تروح وكل ينتج كل انسان نام او لا ما تقول كل انسان نام تقول كل نام جسم مباشره ينتج كل انسان نام لان الحيوان حد اوسط يختفي فنجعله صغرى ونقول كل انسان نام وكل نام جسم ينتج كل انسان جسم سهل المساله القياسات المركبه من اسهل الأقيسة، لواحق القياس عنوان جديد يذكر فيه بعض الأقيسة هذه سيالة في حياتنا العلمية ومهمة جدا حقيقة مهمة جدا إن شاء الله فيها الاستقراء، فيها التمثيل، في قياس المقاومة، قياس العكس. أقيسة ضرورية جدا قبل الدخول في الفصل الخامس وهو أساس المنطق كله وهو البرهان والحد. نعم، فلسفة الحدود، التعريفات والبرهان يعني القياس اليقيني. نعم. ندخل في لواحق القياس. لا تستهزا بها مهمه جدا ورائعه نقرا فقط المتن ثم في الحصه الاتيه ندخل في اصل الموضوع ولا واحق القياس كل قياس ينتج نتيجه بالذات فقد ينتج لازمها وعكسها وجزئيات تحتها وجزئيات معها بالعرض. شيء في غاية الجمال نعم أنت الآن عندك قياس مهما كان هذا القياس أنتج سين نتيجة الطبائع عادة أو الحيثيات ليس فقط الطبائع طبائع والحيثيات الطبائع لا تنوجد في عالم الخلق أو في عالم الوجود حتى الذات الإلهية لا لا تكون في الوجود لوحدها هكذا خاليه عريانه لا عندها مكونات اذا كانت من المخلوقات المركبه وعندها ما يلازمها يصاحبها لا ينفك عنها نعم فالنتيجه اذا تمت سين تاتي بجميع من معها تاتي باللازم تاتي بعكسها لان الاصل اذا صدق يصدق العكس كما مر علينا. سين اصل عكسها عكس سين صادقه عكسها صادق. فانت انتجت هنا نتيجتين، انتجت السين الصادقه وانتجت عكسها الصادق. انتجت السين صادقه لازمها معه. واذا كانت تسري في مصادق فانت اثبت كل المصادق. اثبت سين سين يسري في مصادق مليار فهذه النتيجة كأنك أثبت جميع الجزئيات التي تحتها الملاك ما هو مبدأ التناقض الملاك مبدأ التناقض يعني مبدأ السبب الكافي يفتي يعني عقلك يخضع يخضعك يقول خرج اللازم انت مثلا تسال تقول لماذا خرج لازم؟ يقول اذا ما تخرج لازم يلزم التناقض سين وليس سين سين بدون لازم يعني سين ليس بسين سين بدون مصداق يعني حضور في المصداق وعدم الحضور اجتماع الناقضين سين صادقه عكسها ليس بصادق يعني سين ليس بصادق لاحظت مبدا التناقض هو الذي يخرج جميع هذه آه هذه الامور اذا انتجنا سين كل التوابع التوابع تاتي توابع تاتي من يخرجها مبدا السبب الكافي ملاكه في الاستخراج هو مبدا التناقض تخيل مثلا انت مثال مثال ساذج بسيط انتجت اربعه اربعه قابليه الانقسام على متساوي متساويين يعني. تاتي بالضروره بالضروره تاتي مبدا السبب الكافي إذا لم تكن. م... غير منقسمة إلى متساوين وليست بأربعة أربعة وليست بأربعة أربعة اجتماع نقيض إذن هذه المعايير العقلية حاكمة على عقلك هي التي تملي عليك المعايير العقلية أما النشاط الفكري هو عليك النشاط الفكري قد يكون على غير المعايير وتخطئ إما من المعطى الخارجي وإما من ال... حركة لا تراعي القواعد المنطقية أما إذا كان المعطى صحيحا ومراعاة هذه المعايير يعني فكرك يكون معياريا حتما تصل إلى الحقيقة يقول كل قياس ينتج نتيجة بالذات فقد ينتج لازمها وإلا يلزم اجتماع النقيضين وعكسها لأن إذا صدق الأصل صدق العكس إذا صدق الأصل ولم يصدق العكس اجتماع النقِضين وجزئية تن تحتها لان الطبيعي موجود في الجزئيات، اذا هذه الجزئيات لم تكن تابعه للنتيجه يلزم تكون الطبيعه موجوده في الجزئيات وليست بموجوده، وجزئيات معها بالعراض، وتاتي امور معها بالعراض. خلوا ان شاء الله في الحصه الاتمه الاتيه ندخل في التطبيق. نعم يعني اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد